السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. اليوم حلقتنا تتكلم عن الصلاة، وهي الصلاة أهم شيء في الحياة، ولازم نهتم بالصلاة ونصليها في أوقاتها وما نأخر الصلاة ولا دقيقة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وش اسمك؟ فاطمة. سيد جعفر. سيد رضا. سيد جعفر. سيد نعمة. سيد محمد. سيد هاشم. سيد حسين. سيد جعفر. سيد علي. لو عندك شيء ثمين بتهتم به؟ أكيد. واجب. وش لازم تنظفه في اليوم 5 مرات؟ لازم في وقت محدد، وإذا تأخرت عن الوقت المحدد بيخترب الشيء اللي محتفظ به. بألم أطول الوقت. ليش؟ لأنه شيء ثمين ولازم تحافظ عليه. اي ليش بتنظف اليوم 5 مرات؟ حق يصير نظيف نفس الوقت. ما تتأخر؟ لا. ليش ما تنظف اليوم 4 مرات؟ بيتوسخ شوية. حق وبع 4 مرات سوى 5 خلاص. زين 4 اريح لك في اليوم 5. اذا شيء بنظف 5 مرات ابى نظف 5 مرات. يعني اذا لازم تنظف اليوم 5 مرات نظفة 5 مرات. 5 مرات حدد. إن شاء الله يتوسخ بعدين يختار. إنه شي غالي علي. شي غالي عليك. بداية الأسئلة قلت أنت الشي الثمين بتنظفه في وقته. الصلاة تنظف روحنا وأجسادنا، يعني بتنظف روحك أو جسدك في وقتها. صح. أنت تلعب بلاي ستيشن وخسران 2-1 وصار عندك بلنتي وأدني الأذان، بتشوت البلنتي أو بتروح بتنظف قلبك في وقته؟ بوقف اللعب وبروح بصلي وبتصلي. والبلنتي بعده. في شيء أحلى وأغلى في الدنيا من الصلاة؟ لا. والصلاة عندها أوقات ولازم نحتفظ بها، لأن الصلاة تنظف روحنا ولازم احنا ننظفها في الوقت المحدد. لا. ليش ما في شغل من الصلاة؟ ما في شيء يقربك لله قد الصلاة. حلو، لأن الصلاة تتصل. يلا. وإيش أغلى شيء عندك من الماديات؟ تلفون. أي هو أهم؟ تلفون لو الصلاة؟ الصلاة. الصلاة، ليش الصلاة؟ إنه يتقربني من الله. تلفون. أغلى شيء عندك؟ أي هو أهم؟ الصلاة. ليش الصلاة؟ لأن الصلاة إذا ما صليناها ما بنحصل التلفون. يعني إذا صليت إلى الله، الله بيرزقني التلفون. يعني لازم تهتم حق الصلاة أزم من التلفون. حافظ سورة الحال، اقريها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين، تبين الله يحبش وتبين تحصلين هدايا وجوائز؟ اي. لازم تصلين، لأن الله إذا حباش بيعطيش كل شي تحبينه. ايه. ويش تعني لك الصلاة؟ عمود الدين، تريح القلب. حلو. عبد ربنا، اتقرب لله. تقربني لله، تبعد الفحشاء والمنكر. حلو.
لازم تصلين زين وتقرين قرآن، وقول لهم بعد لازم تصلون. قول لهم لازم انتم بعد تصلون، ولا ما يصلي يروح حق المام والبابا. وش قول لهم؟ انا على التلفون. انا على التلفون. علمون الصلاة ايه عشان اصلي. وش يقولون لهم؟ اوكي. الله سبحانه وتعالى يحب اللي يصلي الصلاة في وقتها، وحب اي واحد يتجهز للصلاة قبل الاذان، يقعد على السجادة ويقرأ قرآن، هذا شيء ممتاز. وحب الله سبحانه وتعالى اللي يحافظ عن الصلاة في وقتها، وكل يوم يصلي وما يأخر الصلاة ولا دقيقة. أصدقائي، سوف أحكي لكم اليوم حكاية عن الصياد وبناته الثلاث. يروى أنه كان يوجد صياد ولديه ثلاث بنات، وفي كل يوم يذهب فيه للصيد يصطحب معه إحدى بناته، ويعود في المساء ومعه الخير الكثير مما أنعم الله عليه في هذا اليوم من الصيد. وفي أحد الأيام وبينما العائلة تأكل الطعام، قال الأب لبناته الثلاث: إن السمكة لا تسقط في شبكة الصياد إلا إذا كانت غافلة عن ذكر الله. فسألته إحدى بناته: وهل يسبح الله ويذكره غير الإنسان يا أبي؟ قال الأب لابنته: نعم يا ابنتي، فجميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تذكره وتسبحه، ولكننا نحن البشر لا نفهم لتسبيحهم أو كلامهم، فقد جعل الله لكل مخلوق من مخلوقاته لغة يتواصل بها مع أبناء جنسه، فالله هو العليم القادر على كل شيء. وفي اليوم التالي اصطحب الصياد معه ابنته مريم للصيد، وقد قررت مريم أن تقوم بفعل شيء ما دون أن تخبر أي من أخواتها. فعندما وصلا بدأ الصياد بصيد الأسماك، وكان يعطيها إلى ابنته مريم لتضعها في السلة. وفي نهاية اليوم دهش الصياد لرؤية السلة خالية تماما من الأسماك، فأسرع إلى ابنته مريم وسألها عن الأسماك، فأخبرته أنها كانت تأخذها منه وتعيدها إلى النهر. غضب الأب كثيرا وقال: لماذا فعلت ذلك؟ فقد كان متعبا جدا. فأخبرته أنه قال لهم بالأمس أن السمكة لا تسقط في شبكة الصياد إلا إذا كانت غافلة عن ذكر الله، وأنا لا أريد أن نأكل شيئا غافلا عن ذكر الله. اندهش الأب وقال: معك حق يا ابنتي، فلو لم تغفل تلك الأسماك عن ذكر الله لما سقطنا في الشباك. وفي ذات اليوم مر أمير على تلك البلدة الصغيرة ليتفقد أوضاع الناس، وبينما هو قرب بيت الصياد أحس بالعطش الشديد، فطرق الباب، خرجت له أخت مريم والتي كانت تدعى بسمية، فطلب منها بعض الماء، فأحضرت له الماء وهي لا تعرف من هو، فشربه الأمير وحمد الله على نعمه، ثم أخرج كيسا مملوءا بالقطع الذهبية وأعطاها إياها وقال: خذي، هذه هدية مني إليكم. أسرعت سمية إلى عائلتها لتخبرهم بهذا الخبر السعيد وتعطيهم النقود الذهبية، وهي لا تصدق نفسها وتكاد تطير من الفرح. فقالت الأم: الحمد لله الذي أبدلنا خيرا من تلك السمكات. فرح جميع من في البيت ما عدا مريم، فقد كانت جالسة وحيدة وهي تبكي ولم تشاركهم فرحتهم. فأحس الوالد ببكائها فسألها عن السبب، فقالت: يا أبي، هذا مخلوق نظر إلينا برضا وهو راض عنا، فسعدنا واستغنينا بما أعطانا إياه، فماذا لو نظر إلينا خالق السماوات والأرض وهو راض عنا؟ قال الأب وقد سره كلامها أكثر من سروره بتلك النقود الذهبية: الحمد لله الذي جعل في منزلي من يذكرنا بخير الله وكرمه علينا. أحبائي، هل تريدون أن ينظر الله إلينا برضا؟ وهل تعرفون ما هو السبيل لذلك؟ إنها الصلاة. نعم الصلاة، وليس هناك شيء في الدنيا أحلى وأجل من الصلاة، فالصلاة هي حلقة الوصل بيننا وبين الله عز وجل.
يجب علينا أحبائي المحافظة على الصلاة والالتزام بها للتقرب من الله عز وجل والوصول إلى الراحة التامة التي تترك أثرها على الإنسان. فالصلاة يمكن لها أن تحدث تغييراً مستمراً فيك وفي سلوكك فتجعلك إنساناً أفضل على الدوام. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، يصلكم جديدنا.